أخونا سأل نشرع في هذه عاجلة عن حديث ثابت عن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال لي خمسة أسماء، قال أنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا محمد وأنا أحمد. محمد وأحمد ما تعلمون، وأحمد كما قال ابن مريم عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. فعندي أن أحمد ومحمد معنيان، أحمد منهما أن ابن مريم يشهد أن محمدًا عليه الصلاة والسلام أشهد خلق الله لله بالحمد، فهو أحمدهم، والدين كله قائم على الحمد، وأم القرآن مبدأها الحمد لله رب العالمين، وأول ما نطق أبونا عطس فقال الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله، ولواء الحمد بيد محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. ذكروني في الصلاة عليه. فسؤال أخينا محمد وأحمد، والحاشر قال يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، والعاقب لا نبي بعده، والماحي يمحو الله به الكفرة. وثبت من طرق أخرى عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة. فهل هذه يعني من أسمائه؟ ها؟ نفسها المقفي، المقفي والعاقب واحد، يعني جاء مقفي الأنبياء في آخرهم. فلما يقول عليه الصلاة والسلام أنا نبي الرحمة وأنا نبي المرحمة، لا يقتضي هذا تسمية كالخمس الأولى، ولو جوزنا هذا فلا مانع، لأن النبي ما قال عليه الصلاة والسلام ليس لي إلا خمسة أسماء ثم رأيناه يذكر غير الخمسة، بل قال لي خمسة، إنما ما قال ليس لي إلا خمسة. كذلك هذا يعين على فهم الحديث الصحيح الآخر قال عن الله تبارك اسم الله إن لله 99 اسما. هذا لا يقتضي أن ليس لله إلا 99 اسما، النبي ما قال ليس لله إلا 99 اسما، قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. مثل هذا أن أقول لك لو جئت الآن أحصيت 99 ستجد أن كثيرا منها في الرحمة وبعضها في العذاب وبعضها في القوة وبعضها في الملك. فقد أقول لك إن لله 10 أسماء في الملك، هذا لا يعني أنني قلت لك ليس لله إلا 10 أسماء. شيء شاهد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب من كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فعنده أسماء لم يعلمنا إياها، فلما قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما أي من أسماء الله، فجعل لنا النبي إذا علمنا 99 فأحصيناها أن جزانا الله من الخير ما وعدنا به نبي الله عليه الصلاة والسلام. ويحسن كذلك أن نصوب في هذا، إذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي 5 أسماء محمد وأحمد
والحاشر والعاقب والماحي. سل كل علماء اللسان: الحاشر العاقب الذي لا نبي بعده، الماحي الذي يمحو الله به الكفرة، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه. عند أهل اللسان اليوم أسماء هذه أم صفات؟ عند أهل يقول لك هذه صفة. طيب وعند من أوتي جوامع الكلم أسماء، ويوحى إليه الكلم وحيا ودينا أسماء. من الذي أصاب؟ النبي عليه الصلاة. ومن خالفه أخطأ. واضح أخي؟ فما تسميه العامة الصفات خطأ، حتى أن الله قال في سورة طه، قال كبروه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى كل ما فات هذه الآية كان من أسمائه. فلما قال عن نفسه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، إذا قلت يا من خلق الأرض والسماوات العلى من هذا؟ ولكن هذا ليس اسما في اللي بتعدوها 99، إنما هذه من أسمائه. هل تعرفون غيره خلق الأرض والسماوات العلى؟ قال في سورة الرعد تبارك اسمه المجيد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو تبارك اسمه، وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فلما قال قل سموهم، سمى نفسه في هذه الآية؟ ما سمى من الأسماء التي تعرفونها، ما قال الرحمن ولا الرحيم ولا العزيز ولا الغفور. قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا اسم. قال وجعلوا له شركاء، اسمع، قال سموهم كما سمى نفسه قبل هذا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ويشرك معه من لا يقوم بشيء على شيء؟ واضح؟ فلما قال سموهم في حسبة العامة اليوم، وكثير من العلماء العامة والعلماء الخاصة يتكلمون في الصفات كثيرا بدعة بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام، إنما قال عليه الصلاة قال تبارك اسمه في سورة الرعد وليس بعد الوحي مقال، قال تبارك اسمه المجيد، قال قل سموهم. فلو كان الأمر على ما يظنون أن تأتي باسم كان فستقول العرب، والعرب يعلمون ماذا أراد الله، العرب الذين خوطبوا بالآية لزاما يعلمون، وإلا لا تتم الحجة عليهم، عقلوا وعلموا ماذا أراد الله، وإلا لا يهلكهم إلا بعد بيان. واضح؟ فقال تبارك اسمه قل سموهم. فلو كان الأمر أن تذكر اسما لقالت العرب اللات، العزة، مناة، سواع، ذو الخلص أجلكم الله، كلها تحت أقدام النبي وتحت أقدام المؤمنين. فلا لا سموا ولا لا أخوان، إنما لما لم يفعلوا؟ لأن الله ما قال الرحمن سموا لي آلهة أخرى، لو قال الرحمن لقالوا مثلا اللات، إنما قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فلما ألزمهم سموا من مثل هذا، فالله رب العالمين أن خلق ورزق وسوى وهدى بعض ضلالة وعلم كل شيء وقدر على كل شيء، أتعلمون غيره يفعل من هذا شيئا؟
هذه الأسماء التي يعرف بها الله، ومنها ما قال من القرآن ما اشتهر بين الناس، بعضها رده كثير من أهل علم السنة والحديث أن قاله الناس من قبل أنفسهم. إنما قال في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ واضح. إنما لو كانت التسمية أن تقول الغفور، اسمع، العزيز، ملك يوسف العزيز في سورة يوسف، شيك أخوان، قالت امرأة العزيز، مين قال قالت امرأة العزيز؟ العزيز تبارك اسمه المجيد. فقبل العزيز أن يسمى أحد من خلقه بالعزيز، وقبل أن يسمى الملك الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات، مين قال وقال الملك؟ الملك تبارك اسمه المجيد. قال يوسف النبي، قال ارجع إلى ربك، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة. هذا كلام من؟ كلام يوسف النبي، جيد. فلو كان على مجرد الاسم لكان كما قبل الله وجعل الله العزيز، وجعل من الناس العزيز بأل التعريف، وجعل لنفسه الملك وقبل للناس الملك، وجعل لنفسه الرب وجعل للناس الرب، وهو الرب الأعلى تبارك اسمه المجيد. إنما الخلق كما قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فلما قال قل سموهم، العرب تعلم أنه ما أراد هاتوا اسما من الأسماء، بل ما تقول العامة مما بدلوا بعد نبي الله صفوهم. اليوم العامة تقول صفوهم، لأنهم عندهم القائم على كل نفس بما كسبت، تقول عامة العلماء اليوم هذه صفة في الكتاب المجيد، هذا اسم. فقال سموهم كما سبق سميت نفسي تبارك اسمه المجيد. أتعلمون أحدا قائما على كل نفس بما كسبت إلا الله؟ فمن اليسير كما قال عن نفسه تبارك اسمه ورد به الكافرين، قال إن هي إلا أسماء، اللات والعزى ومناة في سورة النجم، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لات عزى مناة، إنما ماذا تفعل اللات؟ ماذا تفعل مناة؟ ماذا تفعل العزة؟ على ماذا تقدر؟ شيك يا أخوان، لا تقدر على شيء، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. واضح؟ إنما إذا كان الأمر أن تأتي باسم لقالت العرب، لقالت ما قالت. صنم طيء اللي عدي بن حاتم الطائي صاحب نبي الله، حاتم الطائي سخي العرب، صنم طيء اسمه فلس، فلس، سواع، يغوث، يعوق، ود، نسر، أسماء، هذه كانت تعبد وأنزل الله فيها القرآن، كانت تعبد. إنما على ماذا يقدر سواع؟ فلو جئت ركلت سواعا برجلك في وجهه ماذا يفعل سواع؟ حدثتكم مرة عن أحد أصحاب نبي الله يحدث عن نفسه، قال أرسلني قومي وأنا صغير بلبن وزبد وسمن للصنم قربان،
قال: فذهبت به إلى الصنم ونفسي تشتهي، ولكن أخاف أن آكله فيسخط علي الصنم كما قال. فبلغ الصنم وهو يشتهي اللبن والزبد، ووضعته بين يديه وأنا أشتهيه. طبعا الصنم لم يأكله ولن يأكله، فجاء ثعلبان فشرب اللبن وأكل الزبدة، ثم على الصنم فبال على رأسه، فرجع فقال: أرب يبول الثعلب برأسه؟ ساء من بالت برأسه الثعالب. واضح؟ خبروني من أهلك فرعون؟ هذا صنم مش قادر يأكل، مش قادر لا يشرب اللبن ولا يرد الثعلب. اسمع يا أخي، فكفاكم الله بهذا الكتاب وهذا النبي، ولا تدينوا لأحد بعد محمد أبدا عليه الصلاة والسلام. بعد محمد عليه الصلاة والسلام لا نعلم رجلا يزيد على نبي الله أبدا، حتى إذا نزل الروح عيسى بن مريم لا يزيد ولا ينبغي له أن يزيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالعالم الذي يتكلم في الله ما لم ينزل به الكتاب وينطق به نبي الله، ذاك العالم كذاب ضال، فاحذروه. كبروا الله. فقلنا الأسماء الخمسة التي سأل عنها أخونا شاهد لنا على الناس اللي بيتكلموا في الصفات وفي مثل هذا. سورة الرعد حجة عليهم والقرآن حجة عليهم. اللي قلت لكم يا أخواننا أن هذه من الأسماء، قد يقول الناس: من أين أتانا بهذا؟ من أين أتانا بهذا أن أقول لكم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ أقول لكم هذا اسم. فسيقول الناس: من أين هذا؟ سلوا من كتب لكم 99 اسما. قال علماء الحديث: لا يصح الحديث، الحديث اللي فيه سرد 99 اسما، الحديث إن لله 99 اسما حديث صحيح، سردها في سنن الترمذي وغيره، سردها رده علماء الحديث وقالوا: لم يقل نبي الله هذه الأسماء. فهذه الأسماء المسرودة في كتب الناس والمعلقات ليست من لسان نبي الله عليه الصلاة والسلام. فمن سألني: من أين أتيت بهذا؟ قلنا له: ارجع فسأل من كتب لك هذا من أين أتى به. اليوم جاء علماء آخرون قالوا: هذه الأسماء بعضها صحيح وبعضها زيادة لم يقل بها نبي الله، والصواب ما كان في القرآن والسنة. وحين قلت قائم على كل نفس بما كسبت زدت حرفا غير القرآن. طيب، تعرفون غير الله قائما على كل نفس بما كسبت؟ فلو قلت يا قائما على كل نفس بما كسبت، من سيجيبني؟ من أولى بها؟ شيك يا أخوان. كذلك كما بدأ سورة طه تنزيلا ممن خلق الأرض، من؟ الله. والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات، من؟ وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، من؟ الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، من؟ الله تبارك اسمه المجيد. فإذا شهدوا على أنفسهم أنهم يؤمنون ويدعون بأسماء ليست من الكتاب ولا من السنة، وأننا ندعوه بشاهد القرآن والسنة، من أهدى سبيلا؟ ثم إن كانت يعني محاججة فليأتوا ننفعهم.
وينفعونه. كبروا الله، بس هذول لا ينتفعون، هذول أصلا يعني علمهم مطبق خلاص انتهى ما في. كبروا الله. اللسان كما قلت لكم من هذه أخرج أحد علماء اللسان في هذا العصر مشهور على الفضائيات، رجل فاضل اسمه فاضل، اسمه فاضل، قال أسماء الله كلها، هو يقول هو مخطئ بس اسمع، هذا رجل من علماء اللسان، قال أسماء الله كلها صفات إلا الله، هو بيقول. طيب جيد، قلت ليه؟ قال لأنه أن تقول الرحيم الرزاق الجبار هذه هو بيقول صفات. طيب جيد، هو ماذا قال؟ أسماء، فبالتالي ما ترونه صفات هي عند الله أسماء، وليس ما قال أسماء هي صفات، هو الحق وأنتم الباطل. صواب أم خطأ؟ فمن مارانا بكلمة الله شيطان جاهل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيها الصفة، فهل النبي يعني تكلم أن صفة الرحمن مثلا أقر؟ جيد، أخونا يعني في كلامنا على الصفات وموردها يستدل الناس بحديث ورد في الصحاح في البخاري ومسلم وعند أحمد بن شعيب النسائي كذلك، من حديث عائشة، فيه مورد وذكر للصفة، وهذا الحديث أجبت عليه في دروس البقرة أجبنا عنه مفصلا، وإن لزم لنا كذلك يعني درس أو دروس مفصلة على الشبكة في تفصيل هذا والنصيحة فيه وبيان هذا، إنما بثلاث أو خمس دقائق عاجلة أقول هذا الحديث ورد من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة في البخاري ومسلم والنسائي، فيه أن رجلاً كان يؤم المسلمين فيقرأ بعد أم القرآن، قبل أن يقرأ من القرآن يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد، فجاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا، فقال لهم سلوه لما يفعل ذلك، وفي بعض الروايات سلوه لما يصنع ذلك، فقال إنها صفة الرحمن، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، فاستدل من استدل بهذا أن النبي أقره على قوله صفة الرحمن. وهذا الحديث أجبنا عليه أولا. هذا الحديث له مثيل من حديث أنس كذلك في الصحاح، ولكن حديث أنس رضي الله عنه عن رجل كان يؤم الناس ويقرأ قل هو الله أحد، يعني كأنها هي، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الآخر قال النبي اسألوه، هنا النبي يسأله بنفسه، فأي الروايتين أثبت بتكون هذه؟ فقال سألوه، فقال النبي لما تفعل الآن يسأله؟ قال إني أحبها، أحب سورة قل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. فيبدو في علم الحديث أن الحالة واحدة، رويت من طريق ورويت من طريق، ويبدو أن حديث أنس بتصريح أنس أن النبي السائل وأن النبي المجيب أولى وأثبت يبدو، ولكن إن قلنا إنهما حادثتان وصاحبان وحالان، أقول لكم في حديث البخاري ومسلم والنسائي من حديث عائشة سلوه لما يصنع ذلك، ومرة سلوه لما يفعل ذلك، فمن لسان نبي الله ورد اختلاف، مرة قال يفعل ومرة قال يصنع، فقلنا لهم إذا رويتم عن نبي الله من لسانه مرة يصنع ومرة يفعل
لأنكم ترون أو أن من روى السند ظن أن يصنع كيفعل، فلما لا يكون من روى السند ظن أن إنها سورة الرحمن أو اسم الرحمن ظنها كصفة الرحمن، فالذي بدل يفعل بيصنع أو يصنع بيفعل لا يبعد أن يبدل الاسم أو السورة إلى الصفة، وهذا ما يسميه علماء الحديث أنفسهم تصحيف السماع. جيد، أشهد شاهد لنا ما أورده أبو الحسن علي بن أبي بكر، قال كان يروي من الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، اسمع، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، سكت. فجاء الهيثمي، لأن الهيثمي مجمع الزوائد له، جمع فيه زوائد أحمد والطبراني وأبا يعلى وأبي يعلى والبزار، فزائدة الطبراني هذه أوردها الهيثمي، فقال وأوردها الطبراني، الهيثمي بيقول اسمع بي بدل وسكت عن أشياء الله وسكت عن أشياء رحمة بكم، أوردها الطبراني غفل عن أشياء رحمة بكم، غفل. فقال الهيثمي ولعل الكاتب ظن أن غفل بمعنى سكت، ولعل الكاتب ظن أن معنى صفة كاسم واسم كصفة، إذا يجوز على الكاتب أن يقول غفل كسكت، ألا يجوز عليه تلك؟ ثم فتشوا أدعية نبي الله جميعا الذي عندهم أقر الرجل على الصفة، هاتوا لي حديثا واحدا يدعوه بصفة، يقول له دير بالك أسألك بصفاتك، لا تتوني أنه سأله برحمته وعزته، يقول له بالحرف أسألك بصفاتك كما تقول العامة اليوم، هاتوا لي حديثا واحدا، والرجل يشهد والرجل يشهد والله يشهد أن أحد علماء السلفيين، هم أكثر الناس اعتدادا بهذا، قال لي بعدما درجت له فقلت له فصفاتك العلا، قال خطأ، قال الرجل يشهد والله يشهد، فقلت فدعوتكم بصفاتك العلا، قال خطأ، أتيكم بأدعية لنبي الله باسمه، يعني يذكر الاسم، ليس عندهم ورب البيت من لسان نبي الله دعاء بصفة. ومن أشهد الشواهد لنا أن النبي مرة دعا الله واستجمع للدعاء، أسألك بكل اسم، اسمع، هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتاب من كتبك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم، لما لم يقل له أو صفة من صفاتك؟ وهو الحديث واضح أن النبي يستجمع ولا يستبقي، فلما لم يدعو بالصفات وهي عندهم ثاني اثنين، الأسماء والصفات شيء. قال المجيد ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأحدث الناس ما أحدث. أرجع معكم، ففي مورد الحديث عند البخاري ومسلم والنسائي مرة رووا عن نبي الله يصنع لما قال سلوه لما يصنع، ومرة رووا سلوه لما يفعل، ففي ذات الحديث عن عائشة من طريق عمرة في ذات الحديث مرة يصنع ومرة يفعل، وما يدريك أن الذي بدل يصنع إلى يفعل أو يفعل يصنع بدل الاسم أو السورة، يعني اسم الرحمن أو سورة الرحمن إلى صفة الرحمن، بدليل أننا لم نجد نبي الله وأصحاب نبي الله يدعون الله بالصفات هكذا الصفات أبدا، ولا عائشة بنت الصديق. ألم تروي عائشة الحديث؟ هات لي حديث لعائشة تدعو الله بصفاته، ألم تروي الحديث؟ أليست راوية الحديث؟ آية الصفات الشاهد كبر الله كبر الله
الشاهد في الباب اسمع كذلك أن الحديث علامة حقيقة كبر الله. الحديث أن الرجل كان يقرأ قل هو الله أحد بعد أم القرآن في كل ركعة شيك، فالنبي أكرمه وجعل له الجنة لأنه قال صفة الرحمن أم لأنه يحبها ويقرأها في كل ركعة؟ لأنه يحبها ويقرأها في كل ركعة. فترك أولئك الناس عمل الرجل الذي عليه أحبه الله ورسوله وأخذوا المتشابه من الكلم، أولئك من مثل ما قال الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فتركوا الثابت المحكم. الثابت المحكم في الحديث المراد من الحديث حبك لقل هو الله أحد. هاتوا لي كل الداعين بالصفات، اليوم المشايخ اللي بيوقف بيقول وصفاتك وصفاتك، هات لي أحدهم الذي استدل بهذا الحديث يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة بعد أم الكتاب استدلالا بالحديث، وثابت الحديث هذا الاستدلال. فتركوا الثابت اليقين وذهبوا إلى المتشابه منه الذي لم نجده عند نبي الله ولا عند أصحابه ولا عند عائشة راوية الحديث ولا عند أبيها الصديق ولا عند النبي عليه الصلاة والسلام. شيء؟ ما الخطأ في كلمة صفات؟ الآن الكلام على الصفات طويل، احنا فصلنا فيه. اخي انت لو نظرت في القرآن ستجد ان الله أورد هذه الكلمة وصف يصف وصفة في القرآن 14 مرة كلها يريد بها الكذب، أن قائلها كذب يكذب. سل كل اذهب إلى كل الكتب، أنا لا أدين إلا بالكتاب والسنة، ولكن انظر كتب التي فسرت حين يقول سبحانه وتعالى عما يصفون بيقول لك يكذبون. قال يعقوب والله المستعان على ما تصفون، تكتب الكتب أي تكذبون، ثم تقولون وصف الله النبي ووصف النبي المؤمنين، وكلما قال الله وصف يصف قالها حيث يقول إنهم يكذبون. شيخ أخوان إنما لنا تفصيل في الباب في المسألة، من أراد يتبين يعني يراجع فيها، وإذا يعني أعنتم السامع والمتلقي فالله المستعان. الثانية والثالث، أخونا سأل في الصفات يستدلون من المتشابه، قال الله تبارك اسمه المجيد في آخر سورة الصفات وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فاستدل بها أولئك استدلال الشبهة أن سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين الذين يصفون الله كما أمر الله. هذا استدلال أخرق، اسمع، ورب السماء هو عليهم وليس لهم. أولا قالوا لنا من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فأقول لهم هاتوا لي هذا التأويل من أحد من أصحاب نبي الله أو التابعين، فإن لم تأتوا ولن تأتوا لأننا نعلم ما عندهم فقد قال قائلهم على الله بغير علم. هو يتكلم في الناقة، يتكلم في الجن، أم يتكلم في الله؟ لا. ألم ينهن الله وينههم على القول على الله بغير علم؟ مورده سبحان الله عما يصفون أكثر ورودها في سورة الصفات نفسها كلها، كأنهم لا يقرؤون القرآن. أخي اذهب فارجع فانظر أين قال الله سبحان الله عما يصفون، قبلها بصفحتين مثلا قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون اسمع إلا عباد الله المخلصين، إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. فالاستثناء كان من الإحضار أم من الوصف؟ قال فكذبوه فإنهم لمحضرون اسمع
إلا عباد الله المخلصين. الثانية الأخيرة مثلها، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. فالاستثناء من الإحضار أم من الوصف؟ إحضار. أقول لك هذا متشابه، تدين الله وتقول به وعليه وفيه من المتشابه، بل هي استثناء من الإحضار. واضح أخي؟ أقول لك، من أبلغ استدلالا بالقرآن، أنتم أم نبي الله وأصحابه؟ لم يستدلوا بهذه الآيات ليقولوا بالصفات كما فعلتم. أنبي الله أولى أم هم؟ نبي الله. واضح أخي؟ سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، يعني كل مرة من آيات. أخوكم يذكر أن الله من مثلي يقول سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون. أقول لكم 14 مرة في القرآن أورد الله هذا الجذر واشتقاقه، جيد، ليس فيه ما يشتهون، بل ما قلت لكم كله عليهم. يعني في سورة الحجرات قال الله تبارك اسمه، قال ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سأل كل الناس اللي بيفهموا في العربي، الفسوق اسم أم صفة؟ عند الناس بيقولوا لك صفة. طيب ماذا قال الله؟ قال بئس الاسم، ولم يقل بئس الصفة، قال لا تنابزوا بالألقاب. فإذا أنت لقبت أخاك مثلا الأعرج، الآن تصفه أم تسميه؟ عندهم تصفه بالأعرج، ثم ناديته بلقب الأعرج لأنها صفته كما يقولون. فقال الله ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، يعني من شر الألقاب أن تناديه الفاسق. الفاسق اسم أم صفة؟ فهي عندهم صفة. قال الله اسم. قال الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. شيء فكرك تسمية الأنثى، إنه الأسماء اللي بيقولوها مثلا ليلى، عبلة، هيفاء، شيماء، بنادوا الملائكة، يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي يقولون فيهم ما يقولونه في الإناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذه تسمية الأنثى، أنهم يقولون فيهم في الملائكة ما يقولون في الإناث. فتسمية الأنثى عند العامة يصفونها صفة الأنثى. فقال الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، اسم المسيح، هذه عليهم كذلك. يا أخي إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه، اسمع، سألهم جميعا، المسيح، رجل مسيح، اسم أم صفة؟ رجل مسيح. الملك اسم أم صفة؟ الملك الحجازي، الملك اسمه ولا صفته؟ عندهم صفة. شيخ أخي عندهم. فلما قال الله اسمه المسيح، يبقى اللي تقولون صفات يقول الله أسماء. واضح أخوان؟ هذا رأس الأمر. لو انقطع العنق وأنت تستدل وجدت عند نبي الله دعاء لله يستعمل فيه يقول أسألك بصفاتك العلى، لا. فأنت محدث تدعو الله بما لم يدعه خاتم الأنبياء. أنت أعلم بالله أم هو؟ نبي الله. شيك يا أخي. فكذلك في سورة الأنعام قال الله عن الكافرين، قال وقالوا ما في بطون، اسمع، القول منه حق ومنه باطل، فإذا قلت لا إله إلا الله قولك هذا حق، وإذا قلت بقول النصارى ما تقول النصارى في عيسى بن مريم قولك هذا باطل، إنما إذا وصفته لا يكون إلا باطلا، القول يكون حقا وباطلا، الوصف لا يكون إلا باطلا. جيد أخواننا؟ فقال الله في سورة الأنعام، كبروا الله، وقالوا، هي القول قد يكون حقا وقد يكون باطلا، شيك، ولكن اسمع ماذا قال، قال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة الله بيقول فهم فيه شركاء. قولهم هذا حق أم باطل؟ باطل. باطل. فقال الله سيجزيهم وصفهم. فلما بدأ قال قالوا، قد يكون القول حقا وباطلا، فلما تبين أن القول باطل قال سيجزيهم وصفهم. واضح أخوان؟ إنه حكيم عليم. كما قلت لك يستدلون ونستدل، أحسن الاستدلال أن تنظر عمل نبي الله وكلام نبي الله وأصحاب نبي الله. هل دعا الله بما يدعون اليوم؟ يقف أحدهم فيقول أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك صفاتك العلى. قلت لكم في العربي في واو العطف وواو المغايرة وواو الضلالة، أنا أحدثتها. واو الضلالة هذه أنا أحدثها عليهم، واو ضلالتهم هذه. كبروا الله. أحد أشياخهم يعني من مشايخ السلفية يرد على الصوفية أنها تذكر الله ذكرا جماعيا وتستدل المتصوفة بحديث صحيح أن قال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله، سامع؟ ما جلس قوم مجلسا، الحديث صحيح في الصحيح، يذكرون الله. فاستدلت به المتصوفة قوم يذكرون الله، قال بسر قال بجهر ما قال، فاستدلت به المتصوف. فقال لهم الشيخ، والشيخ يعني من علماء السنة هداه الله، ليه بقول هداه؟ لأنه وقع في الفتن. فقال اسمع، نقول لهم الحديث صحيح، هو هيك بيقول، ولكن ننظر أصحاب نبي الله كيف فعلوا بالحديث، هل جلسوا يفعلون فعلكم؟ جيد. فحجهم. الآن نحاججه فنحجه بحجته. الحديث صحيح، أسلم لك شيء، هل فعل نبي الله وأصحابه وقالوا قولكم؟ فإن جئت تجيب أدعو لك المتصوفة، أقول لهم خدعكم الرجل، كان لكم حجة وكتمها عنكم، فاسمعوا فما يحتج به لنفسه حجتكم لأنفسكم عليه. ولكن حين حججت المتصوفة كنت على حق، واليوم نحن على حق. واضح أخي؟ ننظر عمل أصحاب نبي الله. كما قلت لكم أحاديث حسان السند معروف، مثلا في زكاة الحلي أحاديث حسان السند، حديث الفتخات والأساور الغلاظ أحاديث يعني حسان السند. فلما رد من رد القول بزكاة الحلي قال لك لم يأخذها أصحاب نبي الله الخلفاء الأربعة، فرد الأحاديث حسان السند بعمل الصحابة. فلا نقول لكم عندكم شبهة، نردها بعمل النبي وكل الصحابة، على رأسهم زوجته عائشة روت الحديث ولا يؤثر عنها دعاء لله تقول فيه صفات الله. هذا لهم أم عليهم أخي؟ عليهم. شيك أخي؟ أزال أقول لهم استدلال ولنا استدلال، ليس أثبت من عمل نبي الله عليه الصلاة والسلام. الآن يدعون الله بثنتين يسوون بينهما الأسماء والصفات، ثنتان سواء، لا يدعو نبي الله بإحداها، كيف؟ وهي عندكم أس ورأس، كيف؟ اليوم المدرسة عندهم الأسماء والصفات، مش إيه؟ طب هات لي هذا التفريق من نبي الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فقولهم درج عليها العلماء، أقول لهم ما أنا عليه العلماء أدرج وأحق به أصحاب نبي الله والتابعون. فعلماؤكم المحدثون درجوا على باطل، وعلماؤنا المستمسكون الصحابة والتابعون درجوا على الحق، فعلماؤنا أولى بالاتباع. شك يا أخوان؟ حجتي في هذا، أنت تذكر يا أخي وأنت، فلما كتب كاتب منهم كان يعني شهد هذا المحضر
فقال هذه الكلمات أخذناها من عهد علمائنا، من عهد التابعين الأول. اسمع، من عهد التابعين، هذه الكلمات الصفات والعقيدة والهذا من أين أخذوها؟ اسمع، من عهد التابعين الأول. لما لم يكتب من عهد أصحاب نبي الله؟ لأنه يعلم أن ليس عند أصحاب نبي الله. صدق الرجل وشهد على نفسه، قال من عهد التابعين الأول. كيف تكون تابعا وأنت لم تتبع أصحاب نبي الله في هذا العمل؟ فليسوا بتابعين أولئك الذين أخذت عنهم قولا وعملا لم يأخذوه عن أصحاب نبي الله. نحن أتبع للصحابة من هؤلاء. ولا لا أخوان؟ قال لي الرجل، قال لي معنا على هذه العلماء، من معك؟ قلت ورب البيت الله ورسوله. لم يحر جوابه. عجبت أن الرجل ذكي المعي معلم، هو لما لم يسألني بالله ورسوله؟ ولما لم يأوي إلى ركن شديد؟ لما لم يقل لي معنا الكتاب والسنة؟ قال لي معي العلماء، قلت معي الله ورسوله، فسكت. كان له أن يقول لا ليس معك، بل معنا ما قال. سكت. لما سكت؟ من يعلم؟ لأنه يعلم أن الحجة تمت ووقعت. ثم لما أقول بقوة معي الله ورسوله وأجرؤ ولا يجرؤ؟ شيخ أخي، ثم إن سئلت يوم الدين لما لم تقل؟ قل فتشنا الكتاب والسنة لم نجدها عند نبي الله وأصحابه، وأنا بها زعيم، أنا بهذا زعيم. أيوة طبعا، أهل العلم منهم يعلمون أنني أنكر المنكر، أهل الضلالة والجهالة منهم يتهمون بالبطلان أنني أنكر ما قال الله عن نفسه. وليس لابن إبراهيم أن يفعل هذا، رجل يدعو إلى ما قال الله وقال رسوله لا يفعل غير ما يدعو إليه. كبر الله، الله أكبر. فاللي قلناه في قولهم أننا ننكر ما يسمونها هم الصفات، أي أن الله يسمع، أن الله يرى، أن الله يضحك، أن الله يجيء، أن الله ينزل، أن الله يغضب، هذه هما العامة بسموها الصفات. طبعا لن تجد تسمية من نبي الله لهذا. يعني ماذا سمى الله النبي؟ ماذا سمى النبي؟ ضحك الله، أو مجيء الله، أو أن لله يد، أو أن لله عين. ماذا سمى النبي هذا؟ هم بيسمونها الصفات، صفات الذات، صفات الأفعال، هم بيسموها. قل لهم ماذا سماها نبي الله؟ لا يجدون، بالتالي أحدثوا، بالتالي ابتدعوا شيء سكت عنه نبي الله. فبما يتكلمون؟ من أين لهم العلم إن لم يقل عليه الصلاة والسلام؟ كان يعجبهم قول مالك في العرش، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال العرش معلوم، والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال بدعة. واضح السؤال. فمن سألك فماذا تسمي اليد والرجل والعين؟ قل له السؤال بدعة. أليس يعجبهم قول مالك كذلك في الباب؟ ألا يعجبهم قول مالك؟ فنردهم بقول مالك. فمن سألك بهذا قل له هل عندك من نبي الله جواب؟ إن قال لك قل له ستبتدع لزاما، حين تجيب ستبتدع. إن كان النبي لم يجب فبما تجيب؟ في الله؟ بالغيب؟ هذه واحد. أما ما قاله الله والنبي عن الله في الله كله حق. فأن الله يسمع ويرى حق كما قال الله، وأن الله يسمع وله عين، وأن النبي قال عليه الصلاة والسلام عن الله حين قال لنا إن الدجال أعور، قال النبي إن ربكم ليس بأعور، وفعل هكذا، قال إن ربكم ليس بأعور، أنه سميع بصير، وأن الله تبارك اسمه ينزل، وأن الله تبارك اسمه يجيء ويأتي ويغضب ويضحك ويعجب ويكره. هذا كله قاله الله. إنما كيف تسميه؟ نقول لهم كيف سماه النبي؟ فإن قالوا لا نعلم عن نبي الله، نقول لهم هاتوا أسمعون البدع والمحدثات. هذه واحدة. الثانية، كذلك يرد في روايات السنن من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال،
وإني سأصفه لكم وصفا لم يصفه نبي لقومي. أقول لكم مثل هذه الأحاديث مدروءة بروايات أخرى أن النبي في ذات الباب قال وسأقول لكم قولا، فكما قالوا في حديث البخاري ومسلم والنسائي مرة يصنع ومرة يفعل عن الرجل سألوه لما يصنع لما يفعل، اليوم يقول النبي أقول لكم قولا وهم يقولون أصف لكم وصف. قل لي أيهما قال، أيهما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شيء كما قلت لكم، حتى لو قلنا معهم إن النبي قال أصف الدجال، لو قلنا كذلك هل دعا النبي الله بالصفات؟ قال له أسألك بصفاتك العلى، دعاه برحمته صح، دعاه بعزته، دعاه بقدرته، ولكن هل سمى النبي العزة اسما؟ يعني العزيز اسم الله، العزة عند هذول المشيخات بيقولوا العزيز اسم، العزة صفة، الحكيم اسم، الحكمة صفة. نقول لهم العزيز والحكيم اسم، هذه نعلمها عن الله ورسوله، العزة والهاي عن النبي، هات عن النبي. كلام في الله لا نقوله من اللسان، شيء أمسك فيه نبي الله نمسك ولا نزيد. فلا شك أنهم محدثة مبتدعة في هذه، أبوا رضوا أم كرهوا، والأمر لا شأن فيه، يعني ما يحبون ويكرهون، واضح؟ كذلك نقول إخواننا الأمر يعني فصلنا فيه من قبل، فمن أراد أن يستبين زيادة من الإخوة ومن السامعين والطلبة يتبين منها. كذلك ذكرتكم أي حديث؟ نعم قلت لكم يا أخوانا، يعني في مسند أحمد النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن قوم يجلسهم الله على منابر النور فيغبطهم الملائكة والأنبياء، ليسوا بملائكة ولا بأنبياء. فقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بملائكة ولا بأنبياء، اسمع، وألوى الرجل بيده إن عدتهم لنا، إن عدتهم لنا، في مسند أحمد مكتوب إن عدتهم لنا، يعني صفهم لنا. طبعا مش الصاحب اللي بيقول للنبي، يعني ليه؟ يعني أنت العربي بدك تعلم النبي ماذا يعني إن عدتهم؟ من كتب يعني صفهم؟ الكاتب. فيأتي المحدث من بعد فيتثاقل أن يقول إن عدتهم لنا يعني صفهم لنا، فينتهي إلى صفهم لنا. تنين مين قال أننا لا نعرف ما معنى إن عدتهم لنا؟ كلنا نعرف معنى إنعت، نعت ينعت، نعت نعرف. ليه فسرت لنا معنى النعت علما أن في الحديث نفسه في مسند أحمد كلمات يلزم العامة والخاصة يتعلموها، منها النزاع من القبائل، يلا فسر للعامة ماذا يعني النزاع من القبائل. فتركوا تفسير هذه وذهبوا إلى إنعت يعني صف. يا أخي كلنا نعلم اليوم العامة تعرف هذا الكلام، فلما أدخلت وأقحمت على تلك المعلومة وتركت ما يلزم الناس علمه؟ شيك أخوانا، كما قلت لكم وبها أختم، لا نقبل شنشنة ولا ابتداع ولا محدثة. قولوا لي دعا نبي الله الله بي، قال له أسألك بصفاتك العلى، إن وجدتم حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أسألك بصفاتك العلى هاتوا أدين به، فإن لم تجدوا فأنتم ومن أخذتم عنه محدثون مبتدعة. اللهم رب هذا البيت، إن كان قومنا على الحق فاهدنا إلى ما هديتهم إليه، وإن كنا على الحق فاهدنا وثبتنا وباركنا وبارك لنا وسدد لنا فيما نحن فيه. ولكن لا أقول هذا ريبة من قولي، وأعلم نفسي وأعلمكم الإنابة، إنما هم على باطل بمخالفتهم للنبوة والسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.